هلا رح نعمل الوينج ايلاينر. احنا اوريدي عملنا البيسك ايلاينر، حنعمل الوينج ايلاينر من البيسك ايلاينر اللي عملناه. منجيب فرشايه بنحطها بهذا الشكل على العين، بنشوف كيف العين بتمتد من تحت لفوق هيدا الخط، وبنمشي على هيدا الخط. هيدا الخط اللي بدنا نمشي عليه لنحصل على الوينج ايلاينر. بنجيب الايلاينر لفوق بنفس الاتجاه اللي كانت الفرشايه عليه، هيك بكون نحن رسمنا البيس للوينج ايلاينر اللي هو لفوق، لان الوينج ايلاينر لازم يكون لفوق لانه هو بيسحب العين. ليكون اسهل علينا، لانه ما كل الناس بيقدروا يرسموا ايلاينر او وينج ايلاينر بشكل خاص، لما عملنا هيدي الزاويه لفوق بنرجع بنعمل مثل مثلث بننزله من فوق لتحت، وبنرجع بنعبيه بالايلاينر لنحصل على الوينج ايلاينر اللي نحن عم نحكي عنه. بنرجع بعدين منعرض شوي من نص العين لاخرها لحد ما نوصل لطرف الايلاينر. هيك بنكون عملنا اول عين. هلا ننتقل للعين الثانية، نفس الشيء منقيس بالفرشاية كيف بتمتد العين لفوق، وبنمشي على نفس الخط لفوق، لأنه الوينج ايلاينر الغرض منه انه يسحب العين لفوق، خصوصي اذا كانت العين منا عين مسحوبة لفوق، في عيون كتير بتكون نازلة لتحت، فبنستعملها الوينج ايلاينر لحتى يعطيها سحبة لفوق حتى ما تبين العيون نازلة او حزينة. بنضل عم نمشي على الايلاينر، بنعرضه من اوله لاخره، بس طبعا بالاخر بنعرضه اكثر وبنعبيه لحتى يعطينا الافكت تبع الكات ايز او الوينج ايلاينر، اللي هو الايلاينر اللي بيكون مرفوع لفوق واللي هو بيسحب العين وبيعطيها شكل لوزي حلو. هيك بنكون عملنا وينج ايلاينر. لنكمل هيدي اللوك اكيد بنحط شوية ماسكارا ليصير عنا اللوك كامل وبرفكت. هيك بنكون عملنا، بلشنا بالستاندرد ايلاينر، كملنا للوينج ايلاينر، وحصلنا على لوك حلو لكل يوم بالليل، لسهرة، لعشاء، لأي مناسبة.